يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا الاهلي بيستعد لمباراه مهمه جدا بكره ان شاء الله امام بالميراس البرازيلي للمنافسه على برونزيه مونديال الانديه. بطبيعه الحال كلنا عندنا دوافع كتير جدا جدا عشان نحقق هذا الهدف، هدف الحصول على البرونزيه. هنتكلم عن كل هذه الدوافع وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي ايام لما كان بيلعب في اي مباراه دايما تلاقوا المعلق من اكتر الاسماء اللي بتتقال على لسان المعلق ايا كان مين هو وايا كان ايه نوع المباراه او مين الخصم فيها للنادي الاهلي، دايما اسم كابتن اسامه عرابي. اسامه عرابي اسامه عرابي، احنا سعداء جدا لوجود كابتن اسامه عرابي معانا في حلقه النهارده، منورنا وصباح الفل عليك. الله يخليك يا كريم، انا اسعد، اهلا وسهلا بيك وطبعا بنهوان منورين القناه وتقدموا حاجات حلوه كتير يعني بنتابعها الصبح كتير. واهلا بالساده المشاهدين في بيتك كابتن عرابي. واللي بيتفرج ده كلهم اهالينا، واكيد هم دلوقتي الناس كلها مترقبه كده بكره الماتش هيبقى شكله عامل ازاي. يعني بالميراس مش من الفرق السهله، وفي نفس الوقت البعض برضو عشان نبقى واقعيين عارفين ان هو مش في نفس قوه بايرن ميونخ، واذا كان عدى ماتش بايرن ميونخ بهذا الشكل فتوقعات ناس كتيره جدا ان شاء الله يكون فوز جيد للنادي الاهلي. خلينا نشوف حضرتك شايف ماتش بكره ازاي. ان شاء الله طبعا، اولا هي فخر للنادي الاهلي ان هو في المحفل الكبير ده ما فيش شك، هو متعود يعني على ده. احنا متعودين الحمد لله للمره السادسه بنوصل يعني البطوله ديت. شرف كبير لاي واحد بينتمي للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا يعني. الماتش بتاع بكره اكيد مش سهل، لانه مع الفارق هيبقى بين بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي، بس بايرن هو رقم واحد مع الفترة الأخيرة ريال مدريد، دلوقتي مثلا مانشستر سيتي، والطبيعي كان ليفربول السنة اللي فاتت، يعني هم دول تقريبا مع برشلونة طبعا هم دول أقوى أندية العالم. الأندية الأوروبية بالذات مختلفة شوية عن كمان المنتخبات، يعني احنا بنتكلم على كرة أمريكا الجنوبية، منتخبات البرازيل والارجنتين وكل الفرق دي منتخبات بتروح كاس العالم بتبقى مرشحه مع المنتخبات الكبيره زي المانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا، يعني الفرق الكبيره في اوروبا. لكن الانديه بالذات الدوري الاوروبي بيستقطب احسن لاعيبه العالم من كل مكان، غير الدوري البرازيلي او الارجنتيني اللي يمكن لان الصرف اكتر بكتير جدا، صحيح. ارقام غير طبيعيه، ولذلك انت ممكن تلاقي في الانديه بتاعت بايرن او برشلونه او ريال مدريد او الانديه الاوروبيه عامه لعيبه كتير قوي من امريكا الجنوبيه، من البرازيل، من ارجنتين، من لكن مش هتلاقي العدد ده من الاوروبيين ولذلك انديه اوروبا تملي هي المتسيده اكتر، حتى الاحصائيات في البطولة الأندية العالم يعني المتسيد هي الأندية الأوروبية يعني في معظم البطولات يعني. لكن مهما كان بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل، وكلنا نعلم ما هو حجم البرازيل طبعا. يعني كونه ياخد بطل البرازيل ثم بطل القارة ده حاجة مش سهلة. البرازيليين طول عمرهم بالإمكانيات المهارية العالية بيتميزوا بالأداء الممتع، ولذلك حتى لما بيجوا يلعبوا مع الفرق الأوروبية بتبقى مشكلة للفرق الأوروبية قوي، لأن الفرق الأوروبية تعتمد أكتر جماعية. على النواحي طبعا البدنية والقوة والسرعة والحاجات دي، وبعدين النواحي اللي هي الجماعية الكورة والنواحي الخططية بشكل كبير قوي. فمباراة طبعا مش هتبقى سهلة، مباراة يعني خاصة كمان هم اتغلبوا الماتش اللي فات برضو مش حلو بالنسبة لأمريكا الجنوبية ان اتغلبوا من المكسيك، يعني المكسيك وطبعا فرقه هايله فرقه المكسيك ووصلت نهائي، واعتقد هيأدوا بشكل كويس مع بايرن رغم الحسم غالبا هيبقى البايرن يعني. لكن كره امريكا الجنوبيه البرازيل والارجنتين مهما كان اعلى من كره المكسيك والشمال بقى الوسط والشمال هيبقوا بكره ينزلوا الماتش بكره متحفزين كمان طبعا، لان انت لما تشوف في لقطه بعد المباراه اللي فاتت لما خسروا
المدرب اجتمع بيهم كلهم في الملعب كل الفرقه، وزي ما يقول يعني ايه يعني ما كانش متوقع مش تقريبا مش مفروض يحصل كده او بقى لازم ما يبقاش منظرنا حتى ما استناش لما يطلعوا لا 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 ده قعدوا فتره في الملعب ودي حاجات احنا نلاحظها ان ده دليل على انه يعني الموضوع مش هيبقى سهل او يعني هيبقوا واخدين الامور بجديه كبيره قوي طبيعي والمنطقي انه النهائي هيبقى بين بايرن وبالميراس المنطق يعني منطق الكوره. طب خلينا في نحله دلوقتي يا كابتن اسامه هنعمل ايه بقى طالما احنا بنتكلم على المدرسه البرازيليه اللي هي من قديم الازل بتتميز كل لعبتها بالمهارات الفرديه الاستثنائيه حتى في بعض الاحيان وهم الى حد ما نفس المدرسه بتاعتنا بس مع فرق السرعات يعني زي ما بيقول مظبوط فده يخلي مهمتنا بكره الى حد ما في المتناول ولا بالعكس هتكون صعبه؟ لا هي صعبه ده طبيعي يعني لكن هتبقى في المتناول بعكس مباراه البايرن اللي اعتقد اللعبة كانت يعني البدايه كانت فيها تخوف كبير قوي مع احترامنا الكامل طبعا انت بتتكلم على بطل اوروبا والعالم يعتبر البايرن لكن كان في تخوف غير طبيعي مش بتكلم على طريقه اللعب نفسها ان احنا نلعب في وسط ملعبنا وبعدين نعمل هجمات مرتده مش هي دي القضيه مع اي فرقه حتى في الدوري المصري ممكن احيانا تعمل كده ولكن التخوف الغير طبيعي من اسم البايرن والقلق اللي كان واضح لدرجه ان احنا كنا في فترات في المباراه بنلعب داخل ال 18 قوي يعني قريبين قوي من محمد الشناوي حتى لو احنا بندافع المفروض يبقى لبره ال 18 شويه يعني بره شويه صحيح طبعا دول لعيبه عاليين هيحصل بعض ال 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 الهجمات ده طبيعي ولكن كنا قلقانين قوي كنا بنخش لجوه قوي السته يارده كمان وحتى الجون اللي جه بالطريقه دي من كتر القلق في الزحمه في منطقه السته وال 18 حصل الهدف يعني الاولاني فاعتقد الضغط ده مش هيبقى كده في 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 ماتش بالميراس عشان كده انا متصور ان اللعيبه هيبقى عندها اداء وسيطره ولعب في التلت الامامي هيبقى اكتر من اللي حصل في ماتش بايرن الموضوع في المتناول يعني مش بمعنى ان احنا بنقول ان فرقه بالميراس برازيل وكده انه ده حاجه مستحيله ان احنا نكسب او كده لا انا شايف انه بكره الاداء هيبقى افضل من ماتش بايرن اللعيبه اسامي النجوم البايرن اعلى بكتير من اسامي بالميراس كنجوميه يعني فاعتقد الرهبه دي مش هتبقى موجوده خاصه ان هم احنا الشوط الثاني في ماتش بايرن الاداء ابتدى فيه يعني تحسن نسبيا مش بالدرجه اللي احنا كنا نتمناها طبعا كنا نفضل نتمنى افضل ولكن الاداء اتحسن نسبيا تحس بقى فيه ثقه شويه ان ممكن اللعيبه قادره ان هي تنقل كام نقله مع بعض ده ما كانش بيحصل في الشوط الاولاني صحيح فاتصور ان بكره عندنا فرصه ان الضغط البدني قوي ده اللي كان في ماتش البايرن كانوا بيضغطوا بعدد كبير قوي من يعني من على خط ال 18 وهجماتهم ثقيله اولا مميزين بالهجوم يعني ما ده يعني هم بارعين فيه وعندهم افضل يعني مهاجمين الهجوم والدفاع مش الهجوم بس اللي يمكن الدفاع مش زي الهجوم ولكن برضه يعني ما هو ليه ليفل تاني يعني اكيد طبعا بس هو ليه الدفاع مش زي الهجوم لان هو طبيعي هو متقدم على طول للامام فاي فرقه بتلعب بضغط عالي كده لازم هتتخلق مساحات وراها لازم انا كنت بتفرج على ماتش اللي قبل الاهلي اللي هو كان مع هيرتا برلين وكسبوا 1-0 هيرتا برلين في يمكن من الفرق اللي تحت في الدوري الالماني يعني يمكن 3-4 فرق بس اللي تحتيهم يعني ومع ذلك نفس الاسلوب اللي كانوا بيلعبوا بيه مع النادي الاهلي اللي هو الضغط العالي جدا فطبيعي بيتخلق مساحات في ظهرهم لان هم متقدمين قوي انت ساعات كنت بتشوفي بس توصل بقى لهناك ايوه انت ساعات كنت بتشوفي نوير بيطلع لبعد خط ال 18 قريب قوي من نص الملعب لانه ده ضغط عالي فطبيعي ان هيتخلق مساحات وراهم فعشان كده بيبدو انه دفاعهم اقل من هجومهم لكن هم لو بيتكتلوا لورا او بيلعبوا لعب اللي هو فيه التوازن من تلتين الملعب او من نص الملعب هتحسي ان في كثافه
في الدفاع فهتبقى اصعب. هو بايرن فعلا زي ما حضرتك بتتكلم كابتن عرابي يعني يمتاز بده في فكره الضغط من الدقايق الاولى كمان يعني ده اعتقد ده كان واضح جدا. ده اعتقد مش هيبقى موجود في مع بالميراس او حتى لو حصل هيبقى فترات بسيطه وبعدين هيرجعوا تاني للعب الطبيعي اللي احنا متعودين عليه يعني. عشان كده انا شايف المباراه ممكن تبقى في المتناول وان شاء الله نعمل ماتش كويس ونكسب كمان يا رب. على صعيد بقى يعني طالما يعني ابتدينا نتكلم في حته يعني اساليب اللعب دلوقتي البعض كان ليه شيء من المآخذ على استخدام موسيماني للخطه اللي هي الى حد كبير اصبحت معتاده او متوقعه منه. كانت وجهه نظرهم بالبلدي كده ان الكلام ده ما ينفعش في ماتش زي ماتش البايرن. انا بقولها لك كده ايه يعني ايوه. فإلى اي درجه ممكن تبقى انت متخيل يا كابتن اسامه ان بكره هيكون في خطه مختلفه ولا تعتقد انه برضه ممكن يلعب بالاسلوب اللي هو اقرب ما يمكن للمعتاد؟ لا اعتقد بكره هيبقى في اختلاف شويه. لكن خلينا نرد على الناس اللي هي بتقول كده. طبيعي انت لو كنت تسمع معظم الاستوديوهات التحليليه او النقاد او لعيبه قدام او حتى الجماهير كان كله بيقول النادي الاهلي هيلعب في نص ملعبه وهيحاول يضيق المساحات لانه احنا عارفين انه طول ما انت يمكن هوند كانت بتتكلم في السؤال اللي فات لما قالت انه بايرن قدام جامدين قوي ورا مفتوحين. انا قلت لك لما هتلعب ضغط عالي مساحات كتيره تتفتح وراه ده ما كانش تقدر تعمله مع بايرن. لو انت لعبت باسلوب اللي هو بتلعب بيه كاهلي مع الفرق الافريقيه او في الدوري المصري وبتلعب ضغط عالي قوي السرعات في ظهرك هتبقى اسهل ان يوصلوا للمرمى بكتير بالنسبه لهم هم. فطبيعي كل الناس كانت بتقول ان احنا هنلعب في نص الملعب او من تلتين الملعب مش هنقدر نضغط الضغط اللي قدام ده ونتكتل. لكن هي الفكره كانت في ايه او اللي بينتقد شويه انه انت بتعمل الجزء ده الى حد ما معقول جدا ولكن التحول بقى للهجوم هو ده اللي كان فيه يعني هو ده اللي حسس الناس ان احنا لكن الشكل الاولاني انك انت تلعب في نص ملعبك وتقفل خطوطك ده طبيعي. لكن هي كانت ال 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 مفيش فرصه لهجمات مرتده مفيش أيوة فرصه ان الجناحين بتوعك طبيعي انك لما بتعمل كده بتعمل هجمات مرتده طبعا. عشان كده انا قلت لك في ماتش هيرتا برلين رغم ان هم كانوا بيلعبوا شبيه للنادي الاهلي كده ورا بس كان بيعملوا هجمات مرتده ولذلك عملوا خطوره على بايرن ميونخ وكانوا هيتعادلوا في اخر دقيقه يعني وما اتغلبوا 1-0. هي دي بقى اللي كانت ناقصه اللي هو التحول من الدفاع للهجوم. ايوه فانا اعتقد بكره مستر مش هيلعب لتحت قوي كده ممكن يلعب تلتين الملعب قدام شويه وحتى لو لعب لورا هتلاقي القدره على انك انت توصل لبالميراس هتبقى اسهل من اللي حصل في ماتش بايرن ميونخ. فان شاء الله المباراه يعني الفرقه تاديها بالروح اللي كانت بتاديها كانوا بيادوا بروح عاليه جدا ما كانش في تقصير اللي هو انك تقول انه ايه حد مقصر في كميات الجري او الروح او كده كانت واضحه ان هي عاليه ولكن كان في اخطاء فنيه هي اللي خلت الناس طب. شويه تتكلم على الموضوع ده فانا ان شاء الله بكره خلينا نقول كابتن عرابي يعني برضو عامل مهم جدا عامل الثقه بالنفس ان البعض يعني كان بيرى ان في شويه تخوف. على كل حال احنا عايزين نبص بقى في اللي جاي فمهم كمان نتكلم عن النقطه دي بس اسمح لي ان احنا نروح لخبر مهم جدا في البدايه لان الفيفا اعلن حكم او حكام مباراه الاهلي وبالميرس هيكون السنغالي ماجات ناداي ده هيكون حكم الساحه والمغربي رضوان جيد هيكون حكم الفار. طيب نطلع فاصل سريع كابتن عرابي ونرجع واكيد الحديث عن الشق الاخير او النقطه الاخيره اللي انا وكريم كنا بنتكلم حضرتك فيها وهي الثقه بالنفس وفكره كمان هنا المؤهل النفسي اللي كان موجود ولكن لغايه عام 2011 وبعد كده ما بقيناش نلجا قوي لهذا يعني المؤهل او هذا الشخص او يعني فكره حتى ان احنا نهتم بالشق النفسي شويه يعني اعتقد هو بيلعب دور كبير جدا. على كل حال فاصل سريع ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده ل 10 الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز الاسم الساطع والنام واللامع في تاريخ النادي الاهلي كابتن اسامه عرابي اللي كنا وقفنا في الكلام معاه عند تفصيله الحقيقه مهمه جدا كانت نهاوند سالته عنها فكره المؤهل النفسي اللي بطبيعه الحال ومفيش ذره شك في انه اكيد كان هيفرق كتير في مباراه من عينه
مباراه الاهلي مع بايرن ميونخ. قبل ما نسمع بس يعني رد حضرتك او رايك وردك على هذا السؤال، احنا بنستاذنك نروح لزميلنا العزيز امير هشام مفادنا في مونديال الانديه ونتعرف من خلاله بقى على كواليس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يا امير صباح الفل عليك، ومستنيين نسمع منك بقى تفاصيل الساعات القليله المتبقيه على ان شاء الله الحلم اللي بنسعى وراه كلنا في مباراه بكره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليك يا كريم، تحياتي ليك، تحياتي لنهاوند، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا الكابتن الكبير كابتن اسامه عرابي تحياتي ليه. يعني خلاص الاهلي بيستعد من خلال اليوم النهارده، تدريبات هتكون في تمام الساعه 3 عصرا، لكن قبل التدريبات كان في بعض الامور الهامه اللي بتتعلق بالبعثه بالكامل، واللي بتتعلق كمان بمباراه بالميرس. هذه المباراه الهامه جدا، البدايه كانت الساعه 10 الصبح ب يعني اجتماع فني للمباراة الأهلي وبالميرس والاتحاد الدولي، وتم الاستقرار فيها على بعض الأمور الهامة. أهمها طبعا النادي الأهلي هيلبس الزي التقليدي بتاعه، التيشيرت الأحمر، الشورت الأبيض، والشراب الأحمر، وده كان أهم شيء. في المقابل طبعا محمد الشناوي هيلبس كمان الزي الأزرق بالكامل. كمان اتفقوا على مواعيد الوصول للملعب قبل المباراة وانطلاقها بساعة ونص. بعد الاجتماع الفني في هذه اللحظات بتجرى المسحة الطبية الأخيرة لبعثة النادي الأهلي بالكامل، واللي بتتعلق سواء بمباراة بالميرس أو برحلة العودة للقاهرة بإذن الله يوم الجمعة، ونتائج المسحة دي هتطلع خلال يعني ساعات بإذن الله تعالى. كمان النهارده في المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي هيكون الساعة 1:30 في ملعب المباراة، ملعب المدينة التعليمية اللي هيستضيف مباراة الأهلي وبالميرس، بخلاف طبعا مران الأهلي اللي قلت لكم عليه. بعد المران هيبقى في محاضرة أكيد من مستر بيتسو موسيماني للحديث على كل النقاط الهامة جدا بخصوص هذه المباراة. طبعا مهم قوي بالنسبة لنا إن احنا نكسب البرونزية، نكسب المباراة دي وناخد المركز الثالث، هيبقى يعني شيء جيد جدا وإنجاز كبير بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا الإنجاز الأكبر والأهم دايما الأهلي وجماهيره هي أي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي، لكن في كل الأحوال الأهلي وصل للمرحلة دي بشكل جيد جدا، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يفوز بالمركز الثالث على حساب بالميرس. الأمور ماشية بشكل إيجابي، طبعا بيغيب عن النادي الأهلي كهربا وحسين الشحات، وفي المقابل علي معلول يعني فرصه ضعيفة في اللحاق بمباراة بالميرس. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، وأن هو بإذن الله يفرح كل جماهيره. أنا والله انا عن نفسي يعني دايما بكتفي، ولكن من الواضح ان اختك الهواند عندها سؤال كمان. اتفضل. طبعا صباح الخير يا امير، وعايزه بس اروح معاك نطمن على موقف حسين الشحات وكهربا، خلينا نعرف منك ماذا جديد في هذا الشأن. حسين الشحات وكهربا تم استبعادهم خلاص، او تم يعني حرمانهم من المشاركه في مباراه بالميرس، وده يعني بعد ما يعني وصلوا لمنطقه الجماهير وخرجوا من الفقاعه على هامش مباراه الاهلي وبايرن. فبالتالي كان قرار اللجنه المنظمه ان هم يتعزلوا في الغرف الخاصه بيهم كده، تعمل لهم مسحه، وده فعلا اللي حصل. وبعد ما المسحه اتعملت هم كمان قرروا ان يتم استبعادهم كعقوبه من المشاركه في المباراه الاخيره في المونديال، وده قرار الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه يعني تحديدا، فهم خلاص مش هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي في هذه المباراه. ان شاء الله يعني عندنا قائمه كامله من اللاعبين المميزين، اي حد هيشارك باذن الله، واي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي يقدر يحقق الاهداف المطلوبه باذن الله. هل يعني الاستبعاد ده عشان برضو الناس تبقى فاهمة، لمجرد ان هم يعني ما التزموش بالإجراءات الموضوعة الاحترازية المشددة طبعا، ولا علشان كان في خطورة؟ يعني حسب المعلومات ان اي شخص كان داخل الاستاد هو بالفعل يعني قايم بمسحة والنتيجة بتاعته سلبية، وما فيش قلق من ان حد يكون مصاب بالزبط. فخلينا نفهم اكتر. طبعا هو الاستبعاد عشان هم تجاوزوا التعليمات اللي كانت يعني موضوعه بالنسبه للجميع. هنا القصه ما فيهاش اي هزار، الموضوع فيه حسم كبير قوي قوي. يعني انت دلوقتي ليك حدود معينه في الملعب، يعني احنا مثلا حتى كبعثه واحنا بنتفرج على المباراه لينا اماكن معينه في الملعب، لو عدينا باب من الاماكن دي تبقى مشكله، وهيبقى في عزل برضه، وهيبقى في مسحه وكلام من ده. يعني فالامور هنا مرتبه جدا جدا، وده كله متفق عليه قبل البطوله في الحقيقه. لكن هو الشيء الغريب شويه، وانا كنت قبل كده حكيت موقف مدرب المساعد لفريق اولسن هونداي
الكوري واللي كان متواجدين معانا هنا في مقر إقامة النادي الأهلي قبل ما يخرجوا من البطولة وقبل ما يسافروا يعني بلدهم. مع بداية البطولة قبل أول مباراة بالتحديد بكام يوم، يعني كان المدرب المساعد خرج غصب عنه من غير ما يقصد من مكان ما ينفعش يخرج منه، فبالتالي تم عزله لمدة 48 ساعة واتعمل له مسحة، وبعد كده طلعت سلبية والأمور بالنسبة له مشيت بشكل طبيعي. فأنا مستغرب بصراحة يعني شوية ليه ده ما حصلش مع حسين شحات وكهربا. الناس كان ممكن يعملوا مسحة، المسحة طلعت سلبية خلاص، كان ممكن يبقوا متاحين للجهاز الفني، لكن ده كان قرار اللجنة المنظمة في كل الأحوال. هم شايفين إن لازم الاتنين يتعاقبوا علشان يعني اخترقوا القواعد والتعليمات اللي كانت يعني متبعة واللي كان متعارف عليها وخرجوا خارج الفقاعة الطبية. ففي كل الأحوال يعني ده اللي حصل، لكن إن شاء الله بإذن الله أي حد يكون موجود على حسب اختيارات مستر موسيماني اللي أكيد ذاكر امبارح كويس جدا فريق بالميرس من خلال لقطات الفيديو اللي أكيد هيعرضها النهاردة على لاعبي النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في المباراة. أي حد هيكون موجود بإذن الله يعني يحقق أهداف الأهلي وجماهيره، والهدف دلوقتي مهم قوي واللعيبة مركزين عليه هو الفوز بالمركز الثالث بإذن الله يا نهاوند. ان شاء الله يكون من نصيب الاهلي باذن الله. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز امير هشام مفادنا في مونديال الانديه، وطبعا خبر مؤسف اللي ختمنا بيه طبعا يعني لقائنا مع امير، واكيد هيبقى له برضه انعكاسات مش لطيفه على مباراه بكره. حاجه يعني دي حاجه اتقال عليها اللي ما كانش ليها لازمه، يعني حقيقي ما كانش ليها لازمه في التوقيت اللي زي كده. وبعدين الضربه مزدوجه في حسين الشحات وكهربا، يعني انا اسف طبعا احنا قلنا في الاول هنرجع للنقطه بتاعه المؤهل النفسي، ما ده برضو هيبقى لها انعكاسات نفسيه. ايه انعكاسات هذا الامر علينا بكره يا كابتن؟ طبعا يعني اكيد هناك يبقوا اضرب الموضوع بالظبط ايه كابتن سعد حفيظ والجهاز، يعني لو هو كانوا عارفين ومتاكدين من التعليمات من الاول ان ما يحصلش كده، طبعا اكيد هيبقى في عقوبه للكهرباء وحسين الشحات، ان ما ينفعش تتجاوز التعليمات. يعني دي يعني قضيه طبعا اكيد النادي الاهلي ما بيقفش عند الحاجات دي طبعا، بس هي العقوبه دي مسمعه عندنا كلنا. لكن انا بتكلم بقى من الناحيه الفنيه اللي هي في اللقاء. خلي بالك احنا لعبنا خميس اثنين وان شاء الله نلعب خميس، ده ضغط كبير جدا. يعني انا واحد من الناس كنت بقول انه لازم يحصل تغييرتين او ثلاثه في الفرقه عشان الجهد البدني اللي اتبذل عالي جدا، واحنا شفنا ان علي معلول جاله شد وغالبا ممكن ما يحصلش بكره، مش هيلعب بكره. وليد سليمان ايضا يعني طبعا وليد سليمان قبليها، بس انا بتكلم كمان على المرحله الاخيره اللي احنا لعبنا خميس مع دحيل ثم الاثنين مع بايرن. أيوة. ضغط بدني كبير جدا، وبكره الخميس يعني كلها في اسبوع ثلاث ماتشات، دي عاليه جدا. فكان طبيعي ان مستر موسيماني المفروض انه يفكر انه يحصل تغييرتين او ثلاثه. هي جت من عند ربنا لوحدها، هي جت من عند ربنا لوحدها، لكن هي هتاثر في ايه؟ مش هتاثر في بدايه اللقاء، لانه كان في ناس بتطالب ان ممكن حسين يقعد فتره او كهربا ما يبتديش اللقاء. هي تأثر في الاحتياطي والتبديل، هي دي التأثير الأكبر. يعني بكرة في البداية هيبقى في حل منطقي، يعني مش هيبقى مستغرب للناس. يعني ممكن جدا يلعب مثلا بديانج وحمدي والسلية في نص الملعب، ويلعب مثلا ببواليا وطاهر وشريف قدام، أو بواليا وطاهر وقفشة مثلا. ممكن يلعب باثنين بس ارتكاز زي ما حصل معاه في الماتشات اللي فاتت، سواء يعني ديانج اللي هو يعني عنده جهد بدني كويس جدا ومخزون في السولية، او حمدي والسولية، او اي اثنين، ويلعب بقفشه وطاهر مثلا وبواليا وشريف او يعني صلاح. يعني صعوبه ساعه التبديل بس طبعا. ليه بقى؟ لانك انت تقلص العدد طبعا اللي انت ممكن يغير لك لو احتجت، اختياراتك هتقل، اختياراتك قلت في الاحتياطي، لانك انت مش ضامن لا قدر الله حد يحصل له اصابه طبعا. زي ما حصل لمعلول من الجهد البدني اللي اتبذل في الماتشين اللي فاتوا، مش ضامن ان نتيجه اللقاء واحد زي كهربا واحد زي حسين الشحات من الناس اللي بتعرف تجيب اجوان. طبعا يعني سيبنا ان هم ما كانوش موفقين الماتش اللي فات في الاداء الاثنين، لكن مؤثرين بيعرفوا يروحوا على الجون، بيعرفوا يجيبوا جون حتى على صعيد التحركات. فهي قلت لك مش هتفرق في بدايه اللقاء، ولكن هي المشكله لو حصل
مثلا حد مش موفق في الخط الامامي هيبقى عندك تبديل محدود. لو لعبت بثلاثة قدام مثلا وقعدت صلاح هيبقى صلاح بس اللي موجود. لو لعبت بثلاثة ارتكاز وقعدت قفشة هيبقى يدوب قفشة وصلاح مثلا. يعني ممكن تلعب شريف ولا هي هتأثر في احداث اللقاء لو حصل مشكلة. هي دي اللي شوية وان كان ليها حل وربنا بقى يوفق الناس اللي موجوده يعني وتقدر تحل المشكله دي ان شاء طيب الله. طيب كابتن عرابي لان الوقت تقريبا بينتهي وقت البرنامج كله يعني فنختم مع حضرتك بالشق النفسي لان ده عامل اساسي جدا 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 ومش عامل بسيط ومش عامل ترفيهي يعني النفسيه بتؤثر بشكل كبير جدا على اداء اي لعبه واي انسان. فنروح مع حضرتك للنقطه دي ونربط برضو يعني فكره هنا نفسيه اللعيبه مش بتكلم بقى فنيا ازاي برضو بعد غياب يعني عنصرين اساسيين برضو زي الشحات والكهرباء. طبعا الشق النفسي ده من اهم الحاجات في كره القدم وزي ما انت قلتي في اي لعبه رياضيه وفي الحياه عامه. صحيح انك انت لما بتكون عندك توتر وعدم ثقه وبينعكس على ادائك. احنا من اول الحاجات اللي المفروض يعني في اللعيب اللي بيبقى في النادي الاهلي وبالذات اللعيبه اللي بتلعب تحت ضغوط وتحت الشعبيه الكبيره دي والناس مطالبه بالفوز على طول انه شخصي يبقى عنده شخصيه قويه وثقه بالنفس. دي اول عوامل ودي يمكن ما نجحتش ناس كانت مميزه في انديه اخرى وجات في النادي الاهلي. أيوة. ومن عدم الثقه وما يتحملوش الضغوط دي. فمهم جدا طبعا انه حد يبقى بيأهل الناس نفسيا. زمان كان المدير الفني هو اللي بيعمل كل حاجه. يعني احنا مثلا نتكلم على الفتره بتاعت ايام الكابتن جوهري مثلا كان المدير الفني هو مدرب الاحمال هو المعد النفسي هو بس ده ما كانش مظبوط. لا انا بقول لك كل ما الدنيا بتتطور في تخصصات اكتر. يعني حتى لما بتشوف في الطب مثلا كان بيبقى واحد بتاع ضبيب عظام بتلاقي واحد في الركبه دلوقتي واحد في الظهر واحد في الرأس. تخصصات صحيح مختلفه فكل شويه العلم بيتقدم والدنيا بتتقدم التخصصات بتبقى قوي يعني بتبقى. فا ايا كان بقى المدير الفني هو اللي بيعملها المدير الكوره بيعملها لكن مهم طبعا انه في حد يبقى نفسي ممكن يقعد يتكلم مع اللعيبه ممكن. لكن انا عايز اقول انه كمان حته جزئيه في ماتش بايرن ميونخ خلي بالك عدد المباريات الوديه مع فرق قويه لما بتتلعب بتزيد الرهبه. دي كمان نقطه مهمه جدا بمعنى ان فرض لو الاهلي مثلا كان في السنتين اللي فاتوا لعب بايرن ميونخ ماتش ودي لما انا باجي اشوف ليفاندوسكي مثلا في الملعب او مولر انا واجهته ما ببقاش كاشش منه الكشاشات. أيوة بتأثر طبعا ولذلك عشان كده بيقول لك ده لعب عدد مثلا ماتشات دوليه كبير كتير او ده لعب عدد ماتشات في افريقيا كتير او عدد لانك انت لما بتقعد تواجه اللعيبه دي يعني انت لو جبت مثلا الرهبه بتروح ده طبعا احنا انت لو جبت مثلا لعيب في الدوري الاوروبي مصري محمد صلاح مثلا بس طبعا انا بتكلم على نجم عالي قوي لا اي حد النني فلان لما هيجي يلعب قدام مثلا بايرن ميونخ لانه لعب كتير قدام مش هيبقى قلقان. فانت برضو دي مهمه ان احنا كل فتره نلعب مع فرقه كده كبيره عالميه مره نجيب برشلونه مره نجيب ريال مدريد مره نجيب بس ربنا يكرمنا مبدئيا كده في ماتش بكره ان شاء الله واكيد في حاجات كثيره هتحتاج اعاده ترتيب اوراق بعد منها ان شاء الله. لا ان شاء الله بكره اتمنى ان شاء الله باذن الله نادي بشكل كويس قوي ان شاء الله ونبقى موفقين في النتيجة لأنه في النهاية هي كرة قدم النتيجة بتاعت ربنا يعني بقى فيها عامل التوفيق مهم يعني طبعا فنتمنى التوفيق. نورتنا كابتن أسامة وتشرفنا بوجود حضرتك معانا في حلقتنا النهاردة بنشكرك على وجودك شكرا جزيلا وأكيد كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة ويا رب إن شاء الله نبتدي معاكم حلقة يوم الأحد بجملة نهاوند الشهيرة يا رب. خلينا نقول طيب مساء النصر دلوقتي خلاص مبدئية. يعني نختم بيها الأسبوع ونقبل بإذن الله فعلا الأهلي بكرة يشرفنا زي ما هم شرفنا على طول برضه عشان تبقى الكلام واضح ونفرح كده زي ما كريم بيقول يوم الحد ونحتفل مع بعض ويبقى في هدايا ولا بسيطه احلى فطار ينزل لك احلى فطار شامل كل المشاريع بتفطروا كده كده ملهاش حضرتك بقى تيجي تنورنا يوم الحد يا كابتن. لا بيبقى فطار استثنائي لا خلي بالك فطار النصر بيختلف عن الفطار العادي. الله شوف حضراتكم الاسبوع الجاي باذن الله على خير.